هل الذبيحة على روح المرحوم عند وفاته تجوز أو لا تجوز؟ هذا من البدع، الذبيحة اعتياد الذبيحة على روح الميت هذا من البدع، إن اعتاده الناس وجعلوه عادة مضطردة يكون بدع. أما لو قدر أنه في وقت حاجة وذبح ذبيحة تصدق بلحمها فهذا من الصدقة المشروعة، سواء تصدق بلحم أو بطعام أو بنقود، وهذا ينفع الميت بإذن الله. أما إذا كان هذا شيء معتاد ومرتب في وقت معين ومخصص يعني يذبح، هذا يكون من البدع، لأن البدع ما أحدث في الدين ما ليس له دليل من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد تخصيص ذبيحة في يوم معين عن النبي، لم يرد في هذا دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هذا مما أحدثه الجهال والعوام فهو بدعة. نعم، جزاكم الله خيرا.